من المؤمنين من يعمل الأعمال الصالحة ويجاهد في سبيل الله ولا يترك مجالا من الخير إلا ويفعله، ثم يموت ولا ينال من جزائه شيء. ليه؟ لأن جزاءه في الآخرة، هم جزاءه في الدنيا، جزاءه في الآخرة. والله أحكم الحاكمين، لا يمكن يضيع عمل عامل. فإذا لم يعطى المؤمن شيئا في هذه الدنيا وهو رجل عامل مطيع، فهذا لأن الله ادخر له أجره في الآخرة. الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. كثيرا ما يرى المؤمن يجاهد ويتصدق ويعمل ويعمل ولا ينال شيء من أجره، لأن الله ادخره له في الدار الآخرة. ويرى الكافر والمشرك والفاسق يعمل الأعمال الخبيثة ولا يناله عقوبة في هذه الدنيا، لأن الله ادخر عقوبته في الآخرة. هذا دليل على البعث، هذا من أدلة البعث، أن الناس يعملون في هذه الدنيا بالخير وفي الشر ولا ينالون من أجورهم شيئا. والله لا يظلم أحدا، دل على أن هناك دارا أخرى فيها الجزاء. نعم.